مساء الخير إلى العناوين. ولي العهد يعلن إطلاق شركة داون تاون السعودية. هل يمكن تحديد نسل الجنين ومواصفاته؟ طبيب يجيب. كاتب يقول سوق العمل السعودي ليس حكرا على السعوديين في عنوان مقاله، ومختص يرد عليه السعوديون أكفأ وأولى. مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي، والبداية كالعادة بأخبار يا هلا. بإجماع دولي فازت المملكة في انتخابات الدول الأعضاء في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات لتكون ضمن عضوية مجلس الاتحاد للأربع سنوات القادمة، وبذلك تكون المملكة تمكنت من الاحتفاظ بعضويتها لأكثر من 50 عاما على التوالي. وإضافة للفوز بعضويتها، فإن مجلس الاتحاد فقد فازت المملكة ممثلة بالمهندس ماجد القحطاني بعضوية لجنة لوائح الراديو التي تتألف من 12 عضوا منتخبا. معرض الكتاب ليس كتبا فقط، لكنه حالة ثقافية كبرى تحضر فيها الثقافة بكل تفاصيلها، إضافة إلى الكتاب وهو الجوهر الرئيس للمعرض. وأنت تتجول في أرجاء المكان ستصادق على 3 أشياء: قوة الثقافة السعودية تنظيما وإدارة وفكرا، قرب الناس من الثقافة وكسر حاجز النخبوية، الترديد مع المتنبي، أعز مكان في الدنا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتاب. تشارك تونس في هذه الدورة من معرض الرياض الدولي للكتاب بوصفها ضيف شرف، وفي الحقيقة نحن سعدنا كثيرا بهذه المشاركة. هناك طبعا المشاركة الخاصة بالكتب، وقد شاركت 16 دار نشر تونسية بالكتب الصادرة بكتب التونسيين الصادرة في تونس، إضافة إلى مشاركة وزارة الشؤون الثقافية والمؤسسات التابعة لها وهي المشاركة الرسمية. ووجدنا هنا في الرياض في المملكة العربية السعودية كل الإقبال، سواء على الصعيد الرسمي، ونحن نشكر الدولة السعودية ومؤسساتها ووزارة الثقافة وهيئة الكتاب وغيرها على هذه الحظوة التي حظيت بها تونس، بقدر ما نشكر أيضا الشعب السعودي الذي وجدنا عنده من خلال الكثير من الإقبال على الأنشطة وعلى هذا الجناح، وجدنا لديه كثيرا من المحبة التي نبادله إياها. حياكم الله في جناح وزارة العدل في معرض الرياض الدولي للكتاب، والذي يهدف إلى نشر الثقافة العدلية في المجتمع والتوعية بالحقوق والواجبات الشرعية والقانونية. يحتوي الجناح على 4 منصات تعريفية للتعريف بالأنظمة والتشريعات العدلية المختلفة واختصاصات المحاكم والمصالحة، كما يوجد قسم خاص للتعريف بالخدمات المقدمة من بوابة ناجز وهي البوابة الإلكترونية للخدمات العدلية. كما يوجد في الجناح أكثر من 20 إصدار للأنظمة والتشريعات العدلية المختلفة، والتي ولله الحمد لاقت رواجا كبيرا من زوار الجناح، مما يدل على الشغف المعرفة القانونية لزوار المعرض. ومن هذه الإصدارات التعريف بنظام الأحوال الشخصية ونظام الإثبات، والتعريف بالأنظمة والعقود التجارية، وأيضا نظام حماية الطفل. اليوم من المنصات التعريفية الموجودة في الجناح منصة تراضي الإلكترونية، تهدف منصة تراضي إلى خدمة المستفيدين وحل النزاعات بطريقة ودية، كما أن إجراءات منصة تراضي مؤتمتة بالكامل، تم بحمد الله إصدار أكثر من 130 ألف وثيقة وخدمة أكثر من 2 مليون مستفيد
جديد ومستفيدة. اليوم احنا متواجدين في جناح الوزارة لنشر الوعي القانوني بالإضافة للتعريف بالخدمات التي تقدمها المنصة، وإذا كان عندهم أي استفسار أو رأي أو مشكلة احنا بخدمتهم. ثلاثية الزمن، الفن، الذكاء الاصطناعي، تمزجها مسك بمهارة في معرض أخذ مسماه بعدا أدبيا جميلا. تصفحوا هذا العنوان: أحاديث الحنين، ثم سافروا مع معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان مسك إلى هذه الفعالية. ويمكنكم الآن إذا أردتم أن تستقلوا رحلة يا هلا إلى هناك لتستمتعوا بهذه التفاصيل. معهد مسك الفنون هو منظمة ثقافية غير ربحية تتبع لمؤسسة محمد بن سلمان مسك. رؤيتها أن تكون أو تبني مجتمع إبداعي مزدهر، وأن تتيح الفن للجميع. طبعا المعهد يقوم بعدد من البرامج الاستراتيجية، من ضمنها برنامج المعارض، واللي يأتي أحاديث الحنين معرضنا اليوم كمعرض سنوي من خلال في هذه المعارض. معرض أحاديث الحنين القائم في صالة الأمير فيصل بن فهد بتنسيق القيم الفني معني بني والقيم الفني المساعد للمعهد علي بن أحمد آل سعود. يشارك في المعرض 12 فنان، منهم فنانين سعوديين وفنانين عالميين. يهدف المعهد من خلال المعارض السنوية صنع الأثر في المجتمع وخلق الحوارات في القطاع الإبداعي. يتكلم عن عملي عن الأرشفة، فبدأ المشروع عن توثيق الأصوات النساء السعوديات في السبعينات والثمانينات، المغنيات خصيصا، وهذول المغنيات وسير كمان الذاتية حقتهم، كيف كانت مهنتهم، كيف كان حتى الوقت بذاك الزمن. أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة مبادرتها في تمديد فترة استقبال في تمديد فترة استحقاق التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة تصل إلى 30 عاما. وأوضحت الشركة أن المبادرة تأتي في إطار تطوير سوق التمويل العقاري الثانوي في المملكة من خلال توفير المرونة اللازمة وتمكين جهات التمويل العقاري لتقديم حلول تمويلية ميسرة بنسبة ثابتة. شركة داون تاون السعودية وتفاصيل حول مشروعاتها بعد هذا الفاصل. حياكم الله مجددا في أهلا. أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق شركة داون تاون السعودية، والتي تهدف إلى إنماء وتطوير وإنشاء مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في أنحاء المملكة. ستسهم في تطوير البنية التحتية للمدن وتعزز أيضا الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص ومع المستثمرين، وذلك عبر تقديم العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاعات الأعمال والتسوق والسياحة والترفيه والإسكان، مشروعات عملاقة جدا. إطلاق هذه الشركة بهذه التفاصيل العملاقة يعطي يعني صورة مستقبلية كبيرة لكل مدن المملكة العربية السعودية اليوم اللي تأخذ حصصها من المشروعات التطويرية الكبيرة العملاقة. مع كل إطلاق لمشروع جديد في السعودية نعيش حالة من الانبهار الجميل وحالة من الفخر الكبير جدا بهذا المستوى التنموي المتسارع جدا اللي اليوم يشهد كل مكان في المملكة العربية السعودية. حول هذا الموضوع سنوسع القراءات والتحليل
التحليل والحديث وقراءات المستقبل القريب القادم مع ضيف الكريم الذي ينضم إلي في الاستوديو هنا المهندس ندى الجليدي وهو خبير في التخطيط والتصميم العمراني. مهندس مساء الخير وشكرا لقبولك الدعوة. يا هلا والله أخوي مفرح، مساك الله بالخير ومساء الخير للوطن بهذه الشركة وهذه المشاريع. جميل، قبل ما نبدأ حوارنا خلونا نعرض لكم هذه البطاقة التعريفية اللي عملنا عليها لشركة داون تاون السعودية. ولي العهد يعلن عن إطلاق شركة داون تاون السعودية. تهدف الشركة إلى إنشاء وتطوير مراكز حضارية ووجهات متعددة ومتنوعة في أنحاء المملكة. ستسهم الشركة في تطوير البنية التحتية للمدن وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين. ستقدم الشركة العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاعات الأعمال والتسوق والسياحة والترفيه والإسكان. يأتي إطلاق شركة داون تاون السعودية امتداداً وتأكيداً على جهود ولي العهد لتطوير مناطق المملكة. أيضا في البرنامج عملنا على بطاقة تعريفية بمشروعات الشركة القادمة، خلونا نشوفها. ستعمل الشركة على إطلاق مشاريعها في 12 مدينة في مختلف مناطق المملكة، وهي المدينة المنورة والخبر والأحساء وبريدة ونجران وجيزان وحائل والباحة وعرعر والطائف ودومة الجندل وتبوك. تنوي الشركة العمل على تطوير أكثر من 10 ملايين متر مربع لمشاريعها المصممة وفق الطابع الحديث والمستمد من روح مناطق المملكة وثقافتها. يستهدف صندوق الاستثمارات العامة من خلال مشاريع داون تاون السعودية إلى الإسهام بتعزيز الحركة التجارية والاستثمارية في المدن المختلفة حول المملكة. يسعدني أن ينضم إلي عبر الهاتف الآن الأستاذ محمد الصانع مدير إدارة الشركاء في شركة داون تاون السعودية. أستاذ محمد مساء الخير وشكرا لقبولك الدعوة. أسعد الله مساك أخوي مفرح، الله يعطيك العافية. نبارك لكم هذا الإطلاق من قبل سمو ولي العهد، ماذا في التفاصيل؟ الله يبارك فيكم ونبارك إن شاء الله للجميع إن شاء الله على الإطلاق الشركة وشركة داون تاون السعودية. وش في يعني التفاصيل وماذا ستقدم الشركة من مشروعات في القادم؟ طبعا شركة داون تاون السعودية هي شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تعمل بإذن الله على تطوير وجهات ومراكز حضارية في 12 مدينة سعودية. كل مشروع من هذه المشاريع سيكون له طراز المختلف بحسب الطابع الثقافي والهوية الثقافية لكل مدينة يقع فيها، وبإذن الله ستسهم هذه المشاريع في تحفيز الحركة الاقتصادية وتحسين جودة الحياة في المدن السعودية وكذلك تقديم فرص جديدة في قطاعات الأعمال والتسوق والترفيه والسكن. جميل. تعمل الشركة كذلك في إطار استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الذي يعد ركيزة وعامل تمكين أساسي لرؤية 2030 من خلال العديد من الاستثمارات والتي تشمل بإذن الله المشاريع المحلية التحفيزية التي ستسهم في خلق أثر اقتصادي شامل يعزز نمو الناتج المحلي وازدهار القطاع الخاص وخلق العديد من فرص العمل. جميل، وش اللي يميز هذه المشروعات أستاذ محمد؟ اللي يميز مشاريع شركة داون تاون السعودية هو اتساع نطاقها الجغرافي حيث أنها ستعمل في 12 مدينة سعودية على مختلف مناطق المملكة، وإضافة إلى ذلك يميزها تنوع الخيارات والفرص التي ستقدمها سواء كانت في قطاع السياحة أو الضيافة أو قطاع الأعمال أو التسوق وحتى قطاع السكن. جميل، قبل شوي في الإجابة الأولى عن السؤال كنت تقول إنه سيتم مثلا تطوير كل مدينة بما يناسبها ويناسب ثقافتها وهويتها، وش الفكرة من الموضوع؟ يعني ودي نفصل فيها شوي. نعم، الفكرة من الموضوع أنه إحنا خلال الدراسات الأولية حاولنا ندرس كل منطقة على حدة لدراسة الاحتياج والمتطلبات حق هذه المدن والتي بإذن الله المشاريع داون تاون السعودية حتى تلبي أو حتى تغطي احتياجاتها. جميل، أخيرا اليوم إحنا نتكلم على بعد تنموي، على فرص عمل، على بنية تحتية، على جودة حياة، ما الأثر المتوقع من هذه المشروعات؟
بإذن الله، بما أنه المساحة الإجمالية للأراضي تعمل عليها شركة داون تاون السعودية تزيد عن 10 مليون متر مربع، سيكون هناك ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية المادية وكذلك الاجتماعية لتلك المشاريع. وستسهم هذه المشاريع في الناتج المحلي الوطني غير النفطي على المدى الطويل، بالإضافة إلى ذلك توفير فرص العمل وإتاحة المجال للقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية. نعم، المساحة كم اللي ذكرتها أستاذ محمد؟ تزيد عن 10 مليون متر مربع. هذه المساحة الإجمالية للمشروعات اللي تنفذ في المدن؟ صحيح، على 12 موقع. أستاذ محمد الصانع، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا فيها. لا أشكر الأستاذ محمد الصانع مدير إدارة الشركاء في شركة داون تاون السعودية، حقيقة أشكره أكثر من مرة، أولا على تجاوبه مع دعوة البرنامج، وثانيا على يعني الأفكار والأخبار اللي قالها في 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 هذا الاتصال، وثالثا وهو الأهم على نبل وسرعة التجاوب. يعني كان التنسيق ما بين الوقت الحلقة على الهواء وما بين إطلاق المشروع كان يعني زمنيا وقت بسيط جدا، لكنه أكرمنا بهذا التجاوب وبهذا الظهور. وسنمد أكثر في قراءة هذا المشهد مع ضيف الكريم المهندس نداء الجليدي. أرحب فيك مجددا مهندس، يمكن سمعت التفاصيل اللي قالها الأستاذ محمد، وأيضا قرأت تفاصيل ما نشر من مشروعات حتى الآن في 12 مدينة سعودية، تعليقك وقراءتك الأولى. طبعا حقيقة بغض النظر خلينا نقول بعيد عن الأجواء الاقتصادية والاستثمارية، هذا حقيقة كان حلم لكل مخطط عمراني انه يتم تطوير مناطق او تطوير اوساط المدن، فخصوصا في المدن نسميها احنا المدن المتوسطه، ما تم ذكره من المهندس محمد، هي 12 مدينه من اصل المدن نعتبرها احنا من المدن المتوسطه في المملكه العربيه السعوديه. الاوساط المدن في اي مكان في العالم هو أول نقطة جذب لكل سائح لهذه المدن. لا نلاحظ وسط باريس، وسط لندن، وسط حنا هنا عندنا وسط المدن في فترة من الفترات غيبت بشكل معين، صارت الوجهات لأي المدن سواء كانت الساحلية على مستوى البحر أو على المدن الموجودة الآن زي بريدة ولا الهفوف ولا الطائف، كلها حنا نروح نركز على المناطق السياحية فيها وننسى عمق التاريخ اللي طلع من أوساط هذه المدن. يعني هو خلينا نقول الميزة النسبية اللي فيه هي ميزة التجديد، أنا أقول من وجهة نظري التجديد التراثي والتجديد لهذه المدن، فعلى الأقل بنرجع لأوساط المدن، بنرجع الحياة لها، بنرجع القيمة الاقتصادية لها. فهذه يمكن من أهم الأهداف اللي أنا شفتها بعيدا عن المردود الاقتصادي اللي يمكن ذكره وركز عليه المهندس محمد. لا، وفي أبعاد أخرى مهندس إذا تسمح لي، يعني حتى يعني مو بس فكرة وسط المدينة والتراث، إحنا نتكلم على ثلاثة أشياء كانت واضحة: توسيع فرص التنمية، توسيع جودة الحياة، وأيضا فرص العمل للمواطنين. ممتاز، هذه الثلاثة ترى تتكامل لما فعلا أنت تمسك هذا المشروع وتركز عليه بتنمية بنظرة تنموية شاملة وتربطها حقيقة مع أجزاء المدينة. وأتوقع أنه هذا الهدف الرئيسي لهذه الشركة وشركة داون تاون، أنها تبدأ ترجع الحياة، ترجع الناس إلى أوساط المدن. لما ترجعها تأكد تماما أخوي مفرح تشتغل معها عجلة التنمية الاقتصادية، عجلة التنمية الاجتماعية، عجلة ترابط حتى على المستوى المكاني، ترابط المدينة في أوساطها. وهذا أنا لو تحققت حقيقة من خلال هالرؤية، أنا أشوف أنها حققنا رؤية 2030 في خلال هذا العام أو العام القادم، لأنه هذه كانت أهم نظرة تنموية لمدننا المملكة. لماذا نحن لا نركز على أوساط مدننا؟ هذه الشركة ركزت بالتنمية الحضرية على أوساط المدن. خلاص، أنا وجهة نظري أنه الآن بدينا نتجه في الاتجاه الصحيح لتطوير أوساطها. طورناها، تأكد تماما عجلة الاقتصاد حيمشي معها، الميزة النسبية جودة الحياة حتعلى فيها، حنبدأ خلينا نقول ما أقول أنا أنه نطرد منها، نقول أنه نطلع منها الآن التوجه اللي صاير الآن، التكدسات اللي صايرة في وسط المدن، وهذه لأ نبدأ الآن نرتبها من خلال هالمشاريع التطويرية. وخلينا نبدأ بالعشرة مليون اللي قالها، وخلها تكون هي زي المثال الحي المشابه اللي يميز ويشجع المدن الأخرى لتطوير أوساط مدنها كما تم في هذه 12 مدينة. جميل. إذا أخذنا قراءة للموضوع للمدن، إحنا راح نلاحظ شرق وغرب وجنوب
جنوب وشمال ووسط المملكة، يعني خبر أحساب شرق، إذا شفنا المدينة المنورة في الغرب، نجران، جازان، الباحة جنوب، تبوك، عرعر، حائل شمال، بريدة، يعني وسط المملكة. يعني كيف تقرأ يعني اختيار المدن وفقا لهذا التنوع الجغرافي؟ احنا كلنا نعرف انه المدن في المملكة العربية السعودية اللي تتعدى عدد سكانها 500,000 او نقول انه لها كثافات سكانية هي 17 مدينة او 18 مدينة. استبعد منها المدن الخمسة: الرياض، جدة، دمام، المدينة، مكة. بقى 12 مدينة اللي احنا نتكلم عنها واللي صار التوجه عليها، وهذا جميل جدا، لانه لما تشوف الميزة النسبية اللي في جيزان هي مكملة للميزة النسبية اللي في حائل، اللي كذلك في بريدة، اللي في الحسا. فنلاحظ أن كل هذه الميز لما تطور الحاضرات هذه، ترى كلها حاضرات عامقة في التاريخ. نعم، والمدينة من ضمن المدن يعني دخل المدينة، ترى أجزاء، يعني نحن لو نشوف المنطقة المركزية هي مطورة وجاهزة، بس هنا ناظر عن المشاريع اللي تكملت. يعني إحنا الشهر الماضي سمعنا برؤية المدينة، رؤى المدينة، الآن نتكلم عن وسط أوساط أو وسط المدينة. فهذه كلها ترى ترجع، يعني هذه جزئية جميلة جدا انك انت ترجع العمران وتنميته وتركز على العمران من الداخل، ما تبدا تركز على بعثرة العمران اللي هو مع الاطراف. نعم مهندس، اباخذك لتخصصك التخطيط والتصميم العمراني، وفي حديث عن اهمية مثل هذه المشروعات لتطوير البنية التحتية واهتمامها بها. الى اي مدى اليوم تشوف انه العناية القصوى بجودة البنية التحتية يعطينا تخطيط سليم لمدينة كاملة؟ هي طبعا انت لما توفر البنيه التحتيه في اي جزء من اجزاء المدينه، وخصوصا لما يعني يتم تهيئه البنيه التحتيه في وسط المدينه، فمن السهل طبيعي ان ينعكس هذا الاثر الايجابي والاقتصادي على اجزاء اخرى من المدينه، لانه هي موجوده الشبكات، بس انت ترفع من مستواها وترفع من الجوده حقتها. وعلى فكره دائما يقولون انه اوساط المدن لما نناظر البنية التحتية هي تعتبر من أغلى التكاليف في عمليات التطوير. أنا عندي وجهة نظر، لا مدام أن الشبكة موجودة، بس أنه نحتاج أن نرفع من جودتها في على جميع المستويات، فهذا يسهل حتى على المدينة. الشبكات البنية التحتية لما تتكلم عن الطرق، لما تتكلم عن المياه، تتكلم عن الكهرباء، تتكلم، هذه كلها شبكات بنية تحتية موجودة مساراتها، أنت بس يتم رفع الجودة حقت هذه الشبكات فقط. فموجود يعني موجود المسار، موجود الارتباط، موجود المباني اللي تخدم عليها، انت بس ترفع من الجوده حقتها، فهذا يقلل شويه من التكاليف ويعطيك دعم لما ترفع من جودتها، انها تغطي ليست اوساط المدن، الاجزاء المحيطه فيها، فانت يكون ارتفاع للبنيه التحتيه وجودتها زي خلينا نقول الكانسر الحميد للمناطق المحيطه فيه. فهذا لما ترفع جوده البنيه التحتيه يرتفع معها المرافق والخدمات، تبدا العالم او طيب. تبدا الناس اهل هذه البيوت يرجعون لها. احنا اللي الشيء الان اللي احنا نعاني منه، جميع اوساط المدن كان يسكنها اهل هذه المدن، ولكن بضعف أو عدم الاهتمام ببعض هذه الجوانب بدأوا يشجرونها. الآن مع هذه المشاريع تأكد تماما هم حيجون يستثمرون معك يا صندوق الاستثمارات ويا هذه الشركة لتطوير هذه المناطق وتصير وجهات جميل. طيب بأخذك برضو لنفس تخصصك موضوع التخطيط، كم نحتاج اليوم لتطوير، أنا أتكلم عن تطوير وليس تأسيس، بنية تحتية في مدينة؟ يعني احنا عندنا خلنا ناخذ مثلا مثال الاحساء مثلا ولا نجران ولا الباحه مثلا. انت تتكلم على التكاليف مثلا؟ اتكلم عن الوقت. لا الوقت متى ما كانت فيه الميزانيات متوفره والخطط مدروسه ومتكامله مع بعضها، تاكد ان هذه المشاريع اللي يعلن عنها لا تتعدى المفروض 18 الى 24 شهر.
لترى النور ويتم العمل فيها. يعني احنا نتكلم عن 18 إلى 24 شهر من بداية العمل، من بداية التنفيذ على تطوير أي بنية تحتية. نعم التنفيذ، لأنه طبعا يسبقها دراسات وآثار معينة، لأنه إذا درست هذه بشكل صحيح تأكد التنفيذ حيكون خلال 18 إلى 24 شهر لأغلب هذه المناطق. نعم. إلا إذا صممت على مراحل. الأستاذ محمد في المكالمة قال ثلاث نقاط أنا أشوفها مضيئة وجميلة، ودي أخذ تعليقك عليها. النقطة الأولى قال أنه من ضمن الأفكار والدراسات أنه إحنا نحافظ على الطابع والهوية لكل مدينة، يعني هوية المدينة نفسها، كيف تقيس أثر هذا الموضوع؟ ممتاز. إحنا طبعا لما نقول وسط مدينة أنت تتكلم فعلا عن هوية مدينة. هل إحنا نقوله أنه إيش كانت المدينة أول؟ أي مدينة، خلينا نتكلم عن الرياض، هي مدينة قائمة. لما نروح لوسط الرياض نلقى هوية النجدية، هوية الرياض، الطراز الآن السلماني اللي موجود في الرياض، هذه الهوية نتكلم عنها. لما نروح الهفوف نلقى بعض التصاميم وبعض المباني القديمة، هذه هي الهوية اللي نتكلم عنها. ممتاز جدا لما هم يعودون ترتيب سواء كانت الفراغات العمرانية أو حتى الواجهات بكود ونظام عمراني للمدينة. حلو. النقطة الثانية اللي تحدث عنها كأثر اتساع النطاق الجغرافي اليوم على مستوى التنمية والاعتناء بالمدن. طبعا هذا نقدر نقول عنه انه ايجابي وسلبي في نفس الوقت، لكن تأكد تماما لما انت ترجع تطور اوساط المدن زي ما الخطة التي وضعت، تأكد تماما أنه أنت حتقلل من الانتشار الأفقي لهذه المدن، ويكون بالعكس تكون الآن خلينا نقول أفضل مناطق كجودة حياة هي أوساط المدن. طيب وين سلبية الموضوع؟ سلبية الموضوع أنت لما تتمدد لازم يكون لك كابسيتي معين أو نطاق معين يحد من هذا التمدد، لأنه هذا بيكون له أثر على الخدمات والبنية التحتية وتوصيلها. كل ما كان عندنا التنمية العمرانية متراصة كل ما قللت من التكاليف الأخرى التي تترس. لكن ما تتفق معي مهندس أنه اليوم المرحلة والعهد اللي نعيشه مختلف تماما، وأنه جودة التنمية جالسة تصل إلى كل شيء، يعني سواء كان وسط سواء كان بعيد سواء كان لا قريب. هو لما تقول لي بعيد إيه؟ انت بعيد، انت يا تنميه على مراحل، يعني كل مرحله في مرحله، يعني ما هي معقوله انا مثلا كعمران قاعد انمي وسط الرياض إيه؟ لما اتجه شمالا بعد مثلا خلينا نقول الدائري القى اراضي كثيره غير مطوره، ثم من بعدها القى اراضي مطوره. هنا هذا الفراغات اللي نتكلم عنها اللي لابد انه يكون إذ أي تنمية المدينة يكون على الأقل على مراحل ومراحل متقاربة، بحيث أنه كل خدمة أو كل بنية تحتية تسلم للي بعدها المنطقة اللي بعدها، أساس يكون في شبكة متكاملة للمدينة. نعم. من الآثار اللي ذكرها أخيرا فكرة تنوع الخيارات اليوم في التسوق، في الترفيه، في السياحة، في الإسكان، اللي سيحققها أو تحققها مثل هذه المشروعات. ممتاز. حنا لو تكلمنا بنفس الفكرة اللي تكلم فيها المهندس محمد أو حتى الشركة، أو طبعا هو نقلا عن الأفكار والدراسات الموجودة بالشركة، هو تعامل مع أوساط المدن ليس كتطوير عمراني أو خلينا نسميه كتطوير عقاري، لا، هو أخذ أوساط المدن وتعامل معها كمدينة جديدة بروح تاريخي في وسط هذه المدينة ما يدعمها، بمعنى أنه كمل جميع العناصر سواء كانت السياحية أو جت سكن، عزز من المستوى الاقتصادي، لأنه حنا نلاحظ أنه بعض المنتجات ما نلقاها إلا في أوساط المدن، بعض الأشياء التراثية هو أشياء ما نلقاها إلا حنا لما نروح لوسط المدينة نلقى الناس الأولين اللي يبدون اللي يشتغلون فيها. هذه جزية من الحاجات لازم أنه يعززها ويصير خلاص أنه تتميز هذه المدينة بهذه المنسوجات أو هذه، نرجع للمدن ميزها النسبية، يعني خلينا نقول الحسا ما عندهم هم أشياء يدوية ما توجد إلا في الحسا مثلا، البشوت لما تروح العرعر، لما تروح الحايل تلقى عندهم أشياء متميزة فيها بس حايل. هذه أنا أتوقع أنه هذه جزئية لازم يتم التركيز عليها، إرجاع القيمة الاقتصادية لوسط مدينة مثلا حائل بما كانت عليه قبل 40 سنة. نعم. باقينا يمكن دقيقة، أبغى أسمع فيها وجهة نظرك اليوم أو رؤيتك حول استمرارية مشروعات الرؤية اللي جالسين نشوفها بين كل وقت وآخر، يعني من إطلاق الرؤية إلين اليوم ما تكاد تمر فترة زمنية بسيطة إلا نسمع عن مشروع جديد وتطوير جديد وتنمية جديدة. الأمر يسير بتسارع كبير جدا. يسير بتسارع كبير. أنا أقول لك ليه يا أخوي مفرح ولكل جميع المشاهدين، لأنه إحنا وضعنا رؤية قلنا إحنا لن نعتمد 100% على
المنتجات النفطية. لابد أن يكون هناك منتجات أخرى هي فعلا تدعم الناتج المحلي. أسرع وأقرب شيء اللي هو المشروعات العمرانية. المشروعات العمرانية هي عجلة تنمية مثل عجلة النفط، لها أكثر من مصدر، لها تشغل أهل المنطقة مثلا، تطور جودة الحياة، يعني لها انعكاسات غير أنها مادية، انعكاسات اجتماعية وانعكاسات لرفع مستوى المدن هذه. فهذا تركيزنا فعلا لما نقول حنا تنمية عمرانية، هذه تراها تعتبر أصول لكل للبلد توازي الأصول الموجودة في تحت الأرض بالنفط. أستاذ مهندس نيدا، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في حلقة. أشكر المهندس نيدا الجليدي، وأشكر أيضا الأستاذ محمد الصانع مدير إدارة الشركاء في شركة داون تاون السعودية. كل يوم نصحو على مشروع جديد، على تنمية جديدة، على انطلاقة جديدة إلى المستقبل، تصادق على أن رؤية السعودية 2030 تسير إلى المستقبل بكل ثقة. فاصل مكمل. حياكم الله مجددا في أهلا. الأستاذة الدكتورة زينب أبو طالب كتبت سلسلة تغريدات على حسابها في تويتر في 18/9/2022، وكانت من التغريدات اللي تفتح باب في الكشف العلمي والطبي للحديث والتناول. أبستعرض لكم التغريدات وبعدها راح نفتح حوار. كان هذا التغريدة الأساسية تقول فيها: يرغب بعض الأزواج في تحديد جنس مولودهم القادم لأسباب عديدة، بفضل الله ومع تقدم الطب أصبح ذلك ممكنا. بعدين تقول أنه تحديد جنس الجنين هي عملية يتم فيها اختيار جنس الجنين عن طريق القيام بفحص الجنين بعد سحب البويضات وتخصيبها في المختبر. بعد ذلك يتم فحص الكروموسومات الجنسية للجنين لوجود أزواج الكروموسومات الـ XX أو الـ XY باستخدام التشخيص الجيني قبل إرجاع الأجنة إلى رحم المرأة. أما مراحل الإجراء هي تجميع البويضات ومن ثم حقنها بالحيوانات المنوية تحت المجهر في المختبر، ثم بعد نمو الجنين بأيام قليلة يتم أخذ خزعة من خلايا الجنين ثم ترسل للمختبر، وبعد اختيار الجنين المرغوب به يتم إرجاعه إلى الرحم لاستكمال الانغراس والنمو. هذا الكلام لغير المختصين ربما يبدو مثير جدا وبحاجة إلى تفاصيل. هل من الممكن فعلا تحديد جنس المولود من البدايات ولا لا؟ بس بقولكم على تعريف بالدكتورة زينب أبو طالب: هي استشارية علاج العقم والمساعدة على الإنجاب أطفال الأنابيب، زمالة الكلية الملكية البريطانية لأمراض النساء والولادة والمساعدة على الإنجاب مثل ما عرفت بنفسها في تويتر. وكان لنا تواصل مع الدكتورة، وكنا نتمنى أن نجمع ضيفين متخصصين، الدكتورة بالإضافة إلى ضيفنا الآخر، للحديث عن تفاصيل هذا الموضوع، لكن الظروف العملية للدكتورة حالة دون ذلك. يسعدني أن ينضم معي من استديوهاتنا في جدة الدكتور نبيل براشة، وهو استشاري نساء وتوليد، تخصص دقيق في العقم وأنابيب الأطفال والمناظير النسائية. دكتور مساء الخير وشكرا لقبولك الدعوة. مساء النور أخ مفرح، الله يحييك إن شاء الله وشكرا على الاستضافة. بسألك مباشرة، اللي كتبت الدكتورة هل هو يعني تصادق عليه اليوم أنه أصبح من الممكن السهل علميا وطبيا أنه يحدد جنس المولود من البدايات، يعني أنه يتحكم الآباء والأمهات في تحديد جنس المولود؟ نعم، هو في طريقة هي بتكون في أطفال الأنابيب، جزء من أطفال الأنابيب ممكن يتم فيها اختيار جنس المولود. طبعا ما هي العملية الروتينية، يعني مو كل عملية أطفال الأنابيب المريضة تدخل تقدر تتعرف على جنس الجنين. على افتراض أن المريضة عندها رغبة في تحديد جنس الجنين سواء كان بالذكر أو بالأنثى، ممكن يعني يتم الكشف على الأجنة وبعد كده يتحدد مين الذكر ومين الأنثى ويتم إرجاع فقط الجنس اللي المريضة تختاره. هذه فقط في أطفال الأنابيب؟ نعم، في الأطفال الأنابيب والتلقيح المجهري. نعم صحيح. طيب كيف يتم التحكم، عن طريق مين؟ طيب الآن احنا خلينا عشان نفهم الموضوع، أول حاجة بالنسبة للذكور والإناث كلنا عندنا 46 كروموزوم.
عند الرجل في كروموزومين اللي هما الاكس واي، ف من الكروموزومين هذول طبعا واحد كروموزوم جاء من الاب وواحد كروموزوم جاء من الام. وبالنسبه للنساء عندهم الكروموزوم اكس اكس، وبرضه الاكس اكس واحد كروموزوم جاء من الاب وجاء من الام. الان ايش اللي بيصير في العمليه؟ لما بنعمل عمليات اطفال الانابيب طبعا الجنين يتكون من البويضه بنخصبها بالحيوان المنوي. البويضات كلها بتكون حامله لكروموزوم اكس، ما في بويضه تحمل كروموزوم واي. وفي المقابل الحيوانات المنوية فيها حيوانات منوية تحمل كروموزوم واي وفي حيوانات منوية تحمل كروموزوم اكس. لو تمت عملية الإخصاب طبعا احنا ما نعرف لغاية المرحلة اللي هي لغاية الإخصاب انه اي حيوان منوي يحتوي على الكروموزوم اكس او الواي. فيتم اختيار حيوانات منوية، كل حيوان منوي احنا بنحقنه داخل البويضة. طبعا بعد ما تتم عملية الإخصاب هذه يتكون الجنين ثاني يوم. الجنين بيقعد في المختبر لمدة 3 أيام، ولما يكبر الجنين عندنا إمكانية أنه يتم فحص خلية من الجنين. طبعا الجنين يكون وصل لمرحلة عنده 8 خلايا، فيتم إجراء خرم بسيط في الجدار حق الجنين وإخراج خلية واحدة وإرسالها للفحص. طبعا في الفحص الكروموزومي احنا عادة حيبين عندنا غير انه الجنين ذكر او انثى في مشاكل كروموزومية برضو ممكن نتعرف عليه عشان نتفادى حدوث مشاكل معينة، زي مثلا الاطفال اللي هم اللي عندهم متلازمة داون، وفي متلازمات اخرى كمان يتم الكشف عليها في نفس الفحص. فبنفحص الاجنة وبيطلع التقرير، التقرير يقول لي مثلا انه الجنين رقم 1 ذكر، الجنين رقم 2 انثى، الجنين رقم 3 مثلا ذكر بس في مشكله مثلا يحتوي مثلا على متلازمه الدم، وهكذا. وبعد كده يتم اختيار الجنين على حسب رغبه المريضه، في بحيث ان المريضه لو حبت مثلا انه يكون عندها طفل ذكر ممكن نختار الطفل الذكر السليم ونرجعه في الرحم. طبعا عمليه ترجيع الجنين بتتم في اليوم الخامس من العمليه الاولى اللي هي العمليه احنا بنسميها سحب البويضات، واللي بيتم في اثنائها تخصيب البويضه بالحيوان المنوي. اي يعني الكروموسومات الان تعطيك الخيارات المتاحه لتكون جنس الجنين وانت تختار الخيار اللي يعجبك. احنا ما نقدر نختار، احنا نقدر نحدد، يعني الاجنه تكون عندنا احنا بعد كده في التقرير يبان عندنا، بس احنا بعد كده احنا مخيرين والله ايش الجنين اللي احنا يعني نبغى نرجعه على حسب رغبة الزوجين طبعا. معلش دكتور في نقطة ما فهمتها، يعني هذا التعدد في الأجنة يعني يجي من عملية واحدة؟ نعم، عمليات أطفال الأنابيب مبنية على تقنية يتم فيها سحب عدد كبير من البويضات. يعني في الطبيعي المرأة تخرج من المبيض بويضة واحدة في الشهر الواحد، احيانا يخرجوا مثلا بويضتين، هذا في النادر لما نشوف الاطفال التوائم. في تقنيات اطفال الانابيب عشان نضمن نجاح العمليات هذه او نرفع، لانه حقيقه ما نقدر نضمن بس نقدر نرفع فرص الحمل بالنسبه للنساء، بحيث انه اول شيء بنعمل تنشيط بالابر الاباضه تقريبا بتاخذ 10 ايام تنشيط، بعد كده يتم عمليه سحب البويضات تحت التخدير، بنخرج كل البويضات، معناتها ما حتكون بويضة واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة، احنا تقريبا في المتوسط نحتاج 10 ل 12 بويضة عشان تكون النتائج عندنا ممتازة بالنسبة لعمليات أطفال الأنابيب. نعمل سحب للبويضات هذه، البويضات هذه نجيبها في المختبر في نفس اليوم، الزوج يعطينا عينة من السائل المنوي، نستخدم أو نستخرج الحيوانات المنوية من السائل ونبدأ بعملية الحقن المجهري تحت الميكروسكوب، يعني ناخذ البويضة وندخل فيها الحيوان المنوي. فالأجنة عادة تفضل نعم. فعادة مثلا لو احنا ساحبين مثلا خلينا نفترض 10 بويضات وخصبنا البويضات هذه كلها، ممكن يتكون عندنا عدد اقل طبعا من العشرة، ممكن يتكون عندنا 6 أو 7 من الأجنة. الأجنة هذه حتقعد في المختبر لمدة 3 أيام لغاية ما توصل لمرحلة نقدر ناخذ منها عينات للفحص الوراثي. الفحص الوراثي هذا طبعا يعني في انواع كثيرة من الفحص، احنا هذه جزئية فقط بسيطة الان بنتكلم عليها بالنسبة لتحديد الجنس حق المولود. فمجرد الفحص حيبين لي الحاجة اللي أنا حطلبها من الفحص. لو طلبت أنا من الفحص 5 كروموزومات
بما فيها الاكس واي حق الذكر والانثى، التقرير بيطلع لي الخمسه الكروموزومات. لو طلبت من المختبر انا احتاج افحص الكروموزومات كلها، ممكن نفحص الكروموزومات كلها، ال 46 كامله تتفحص. طيب وانت تشوف وين اللي يعطي ذكر وين اللي يعطي انثى وتستشير الام والاب وتعيد الحقن؟ طبعا في يعني معظم المرضى حقيقة يكونوا مثلا يعني جايين للعمليات هذه وهم مثلا عندهم أطفال في البيت، يعني مثلا عندها 3-4 أولاد نفترض، فتيجي المريضة تقول والله أنا أبغى أعمل العملية هذه بحيث أنه أرفع فرصة الحمل، وتيجيني مثلا بنت أو العكس، مثلا عندها بنات وتبغى أولاد. فبالطريقة هذه إحنا نقدر نساعد الأم ونساعد الزوجين لتحديد الجنين المناسب للنقل، بحيث أن المريضة لما تحمل نكون متأكدين أنه راح تحمل يا بالولد يا بالبنت على حسب ما هي يعني تبغى في النهاية. طيب بعد ما تسوون العملية هذه كلها ولنفترض أنها قالت أبغى بنت ولا ولد، إيش الخطوة اللي بعدها؟ خلاص حددتوا؟ طيب حددنا الجنين في المختبر، نعرف جنين رقم 1 نفترض انه هذا الولد، ونفترض انه الجنين رقم 2 كمان ولد، ناخذ الجنينين هذولا وبنرجعهم في رحم المراه في اليوم الخامس من العمليه الاولى. طبعا بعد كده بتكون في شوت مثبتات المريضه بتاخذها لمده 14 يوم لغايه ما توصل لمرحله عمل تحليل الحمل. بتعمل تحليل الحمل وبإذن الله لما يكون موجب خلاص بيتم المتابعة طبيعي. وطبعا هنا بنكون متأكدين لو صار الحمل معليش بس دكتور الحمل بذكر مثلا. دكتور إذا تسمح لي بس ترجعني خطوة بعد إذنك، الآن بعد ما تحددوا بالضبط إيش اللي يصير؟ يصير في حقن للأم؟ أيوة، إحنا بعد ما نحدد النوع الجنين ناخذ قسطره صغيره جدا نحط الاجنه فيها، والقسطره هذه بندخلها عن طريق رحم الام عن طريق عنق الرحم الى الرحم، وبننزل الجنين في داخل التجويف الرحم، وفي المنطقه هذه بعد كده خلاص القسطره بتخرج الجنين بيقعد. هنا ما حنعرف المريضه حملت ولا لا، المريضه عشان نعرف انه حملت ولا لا نحتاج ننتظر اقل شيء 12-14 يوم، وبتعمل التحليل حق الحمل في المنزل او في مثلا في المختبر ويبان بعد كده النتيجه. بالعاده كم نسبه نجاح الموضوع يعني كحمل وكجنس للمولود؟ ممتاز. الأفضل هو تقسيم الموضوع هذا، لأنه نسبة الحمل تعتمد على عمر الزوجة وليس على عمر الزوج. يعني معناته كل ما الزوجة زادت في العمر فرصة الحمل تبدأ في النزول التدريجي. بنتكلم على السن المناسب للعمليات هذه لما يكون مثلا تحت سن 40 سنة فرصة الحمل بتكون عالية. طبعا بتكون عالية لسبب يعني ثاني كمان، يعني نسبة النجاح بالنسبة للعمليات هذه للناس اللي جايين يعملوا العملية بسبب اختيار جنس الجنين أعلى من نجاح العمليات هذه بالنسبة للمرضى اللي عندهم عقم أولي، اللي مثلا مريضة ما حملت أساسا. المرضى اللي حملوا هدولة اللي مثلا عندها مثلا خلينا نفترض 3-4 بنات أو أولاد، هذه فرصة الحمل عندها عالية. فنسبة النجاح مرتبطة بعمر الأم أو الزوجة، يعني مثلا فرصة الحمل على سن 35 حتكون مختلفة عن سن 40، هي حتكون تحت سن 35 أعلى شيء، يعني بنتكلم في حدود 70%. لو 10 مريضات الآن تمت العملية ليهم شبه متأكدين أنه في حدود 6-7 مريضات بالتأكيد أنه راح يحملوا إن شاء الله. والله نسبة عالية 70% راح يحملوا. طيب طبعا ونسبة الجنس المولود كم نسبتها؟ هذه 100%. المريضة لو تم اختيار بالنسبة لها مثلا ترجيع لولد مثلا وحملت، المريضة مؤكد 100% أنه راح الحمل يكون بالولد، أو العكس إذا هي تبغى البنت حيكون مؤكد أنه حتكون بنت 100%. ما في نسبة خطأ 100%. طيب التوأم يصير؟ طبعا عشان احنا نرفع فرصة الحمل بالنسبة للعمليات هذه يتم ارجاع اكثر من جنين احيانا. طبعا هذا كله معتمد على عمر المريضة، يعني لما تيجينا المريضة عمر 25 سنة او 30 سنة، في الغالب بنحاول نرجع جنين واحد فقط، لانه لو رجعنا جنينين فرصة الحمل بالتوائم تكون مرتفعة. طبعا المريضة لما يكون عمرها مثلا 40 سنة وتبغى تعمل العملية هذه، وأنا في المختبر عندي مثلا هي اختارت ذكر، أنا لو عندي مثلا 2 أولاد أو عندي 3 أولاد، ممكن إحنا نبدأ نرفع عدد الأجنة عشان نزود فرصة الحمل، لأنه فرصة الحمل في المقام الأول صح مرتبط بعمر المريضة، بس الشيء الثاني اللي يفرق كمان إنه عدد الأجنة اللي إحنا حنرجعها، كل ما يعني زاد عدد الأجنة فرصة الحمل بتزيد يعني لحد معين. يعني بمعنى أفهم من كلامك كثير طبياً، أفهم من كلامك يا دكتور إنه حتى فكرة التوأم ممكنة.
نعم أكيد طبعا. بس لاحظ يا أخ مفرح الآن هي العملية ما هي بالسهولة هذه. إحنا مثلا نفترض رجعنا جنينين، طبعا هنا ما نضمن المريضة حتحمل بالتوأم، ممكن المريضة يعني في النهاية لو حملت ممكن تحمل بجنين واحد، ممكن الاثنين مو الاثنين يمسكهم، ممكن واحد منهم يمسك والتاني ما يمسك. لكن وفي احتمال طبعا لو أنا مرجع مثلا نفترض الآن جنينين، الاحتمال الأكبر المريضة لا زال أنه حتحمل بطفل واحد ما حتحمل بالاثنين، 70% الاحتمال أنه يكون الحمل بواحد، و30% الاحتمال أنه يكون الحمل بالتوأم بالاثنين، يعني معناته الاثنين يمسكوا. واضح. لكن تحديد الجنس 100%، إذا اخترت ولد يطلع ولد وإذا بنت يطلع بنت. 100%. نعم صح. طيب صحيح. هذه العمليات اليوم متاحة في السعودية وموجودة بسهولة ولا لا؟ طبعا يا اخ مفرح الموضوع هذا اللي هو اختيار الجنس ما يعتبر من الامراض اول حاجه، فلازم احنا نفرق انه المستشفيات الحكوميه يعني ما تسوي العمليات هذه الا في حاله واحده فقط، انه احيانا مثلا يكون في مرض كروموزومي معين يكون مرتبط بجنس معين، يعني مثلا مرض يجي فقط في الاولاد، والمريضه مثلا هذه لما تيجي احنا نبدا نسوي العمليه فقط نختار البنت نتفادى المرض، لأن المرض حيجيهم في الأولاد. ففي أمراض زي كده يعني ممكن نحتاج أنه فقط نرجع جنس معين، وطبعا هذه بتكون يعني تحت مظلة طبية الآن، يعني في مشكلة عندنا وبنحلها طبيا. بس الآن لما تكون العمليات هذه مثلا لرغبة المريضة فقط، مثلا عندها 4 أطفال مثلا أولاد وتبغى الآن بنت مثلا نفترض، فهذه العمليات لا يتم إجراءها في المراكز الحكومية. طيب دكتور باقي معي 5 دقائق وعندي أسئلة كثيرة بحاول أطرحها ونختصر في الإجابات طبعا. بقدر الإمكان. أولا اليوم أوكي. قبل شوي تكلمت عن متلازمة داون، اليوم هل تقدرون في المختبر تحددون إذا كان المولود مريض أو لا، وإذا كان في مرض معين تقدرون تتفادوه من خلال عملية أطفال الأنابيب؟ نعم طبعا جدا، هذا باب وسيع جدا. الآن التقنيات هذه متوفرة حقيقة تساعد الناس اللي عندهم المتلازمات اللي عندهم المشاكل الكروموزومية، أول ما يتم تحديد مرض معين مثلا أحيانا يكون مثلا في قرابة بين الزوج والزوجة وفي مرض عندهم في يسري في العائلة وفي أكثر من طفل يكون مصاب بنفس المرض، هدول نقدر نساعدهم طبعا، يقدر يجوا وإحنا نقدر نحدد الجنين السليم ونرجع الجنين السليم. والله هذا يعني موضوع عظيم جدا، ويعني أحسه أقرب إلى أنه يكون صادم على مستوى الثقافة، لأنه يعني ما نعرف هذه التفاصيل من قبل، وما أعرف إذا أنتم نشرتوها أو هي مشاعة طبيا ولا لا. لا طبعا منتشرة جدا ومعلومة إلى حد ما، يمكن في الأوساط الطبية يعني عند الأطباء، يمكن العامة يمكن أحيانا ما يعرفوا المعلومات هذه، بس يعني هذه التقنيات متوفرة، يعني ما هي الآن يعني الآن يا دكتور من سنوات الآن. يعني الآن يا دكتور إذا في عائلة عندهم مرض وراثي معين له علاقة بشلل بتشنجات بأنيميا بأي كان وتكرر صحيح في العائلة صحيح. ويبغون ينجبون طفل سليم يخلو من هذا المرض، ممكن يعملوا اللي هو عن طريق الأطفال الأنابيب، وأنتم تحددوا قبل الحمل إذا كان بيصير فيه مرض ولا لا، وتحقنوا بالكروموسوم اللي خالي من المرض تماما ويطلع الطفل بدون المرض؟ نعم أكيد، هذه التقنيات أيضا نستخدمها بكثرة طبعا في المستشفيات الحكومية، أيضا يتم استخدامها مثلا للأمراض الأنيمية المنجلية. إحنا عندنا في المنطقة الجنوب في السعودية ينتشر مرض الأنيمية المنجلية، فواحدة من العوامل اللي بتساعد الزوجين اللي هم مثلا خلينا نفترض أنه الاثنين حاملين للكروموزوم الأنيمية المنجلية، هذول عندهم احتمالية 25% يطلع عندهم طفل مصاب يكون مصاب بالأنيمية المنجلية. طبعا لازم نعرف انه تكلفه علاج الاطفال اللي عندهم الانيميا المنجليه على الحكومه على الدوله بنتكلم ما يقارب فوق ال4 مليون ريال لكل طفل واحد. فاحنا لما التقنيات هذه بتساعد الزوجين لعمل العمليات هذه وتتجنب الاصابه بالانيميا المنجليه في النهايه في المقام الاول، غير انه طبعا نتفادى تكون المشاكل عند الطفل، وطبعا المشاكل اللي حتكون مع الام والاب لتربيه الطفل مثلا عنده مشكله معينه، التكلفه على الدوله اصلا حتكون يعني عندنا توفير مبالغ يعني مهوله بالنسبه طيب. للموضوع هذا. طبعا الحاجه البسيطه بس لانه المراكز اللي هي حقت اطفال الانابيب
الأنابيب الحكومية ما هي متوفرة كثير، يعني إحنا لازال عندنا نقص في المراكز والمختبرات حقت أطفال الأنابيب تحت المظلة الحكومية حاليا. طيب يعني مثلا العمليات هذه لا يتم مثلا عملها إلا في مستشفى التخصصي حاليا في الرياض. طيب الفكرة هذه هل يدخل من ضمنها تحديد مثلا مواصفات الجنين، لون العيون، لون الشعر، البشرة، غيرها ولا لا؟ طبعا حاليا هذه غير متاحة، بس هي تحت الدراسات الآن في مشروع اسمه كريسبر يتم فيها. طبعا لأنه مثلا الخواص اللي هي المحددة زي مثلا لون العين، طول الشخص، وزن الشخص، الأمور هذه كلها هذه في الطريق. طبعا لا زالت في دراسات بتحدد أماكن أو مواقع كل خاصية عندك في الجسم فين موقعها على الكروموزوم، لأنه هو المسؤول عنها، مو الكروموزوم كامل، مسؤول عنها جزء واحد صغير يكون في الكروموزوم. الآن التقنيات في الطريق، راح يعني التقنية هذه يعني ممكن نشوفها خلال 5 إلى 10 سنوات قادمة. من 5 إلى 10 ممكن تكون موجودة؟ نعم في الغالب. في الغالب. طيب باقي عندي سؤالين ناخذها على السريع. إذا حدث الحمل هل يمكن عمل هذه الأشياء ولا لا لازم كلها تصير قبل؟ لا طبعا هذه تفادي الأمراض يكون قبل طيب. عملية نقل الأجنة، يعني إذا ما تم فحص الجنين وخلاص رجع الجنين ما حنقدر نتفادى المشكلة هذه. طيب أخيرا دكتور، وش هو فكرة الجدول الصيني؟ يعني وأنا أحضر للحلقة شفت أكثر من واحد جالس يتكلم عن فكرة الجدول الصيني، وفي انقسام اللي يقول أنه جيد واستخدمه واللي يقول أنه غير جيد، وش فكرته وإيش تنصح فيه في الجانب هذا؟ طبعا ما عدا التقنيات اللي احنا تكلمنا عليها اليوم الان اللي هي تقنيه اطفال الانابيب والتلقيح المجهري، كل انواع التدخلات هذه، الجدول الصيني، الحموضه والقلويه، التوقيت بالنسبه للجماع متى يكون، انه والله يكون قبل شويه التبويض اذا الوحده تبغى مثلا انثى ويكون على يوم التبويض اذا تبغى ذكر، هذه التقنيات كلها او الطرق غير يعني مثبته علميا انه فيها اي فائده. لانه الاحتمال انه الشخص او الزوجين يجيهم ولد أو بنت، تقريبا احنا بنقول 50% احتمال يكون ولد و 50% احتمال البنت. لما الأمور هذه ترفع النسبة، مثلا خلينا نتكلم انه والله صارت النسبة صارت 55% رفعنا النسبة انه يجي مثلا ذكر و 45% تكون أنثى، تقريبا احنا ما غيرنا شيء. احنا نعتبر انه الفشل حيكون عالي، يعني في حالة انه رغبة الأم والأب انه يكون عندهم جنس يعني محدد ما نقدر ننصحهم بالطرق هذه. طيب غير فعالة اطلاقا. بشكل مباشر الدكتور نبيل ينصح بفكرة الجدول الصيني، نعم لا؟ لا. دكتور شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا. أشكر الدكتور نبيل حقيقة على كل هذه التفاصيل اللي ذكرها، وسنستمر في يعني الحلقات. أمس تكلمنا عن الحزام الناري، اليوم عن تحديد جنس المولود. الجانب الطبي والعلمي ما زال يحظى بكثير من الأشياء التثقيفية التوعوية التي تحتاج إلى كثير من التوضيح. بعد هذا الفاصل ألقاكم. حياكم الله مجددا في أهلا. الحديث عن سوق العمل السعودي هو حديث ممتد ذو شجون. برامج التوطين التي نشهدها بين حين وآخر محفزة لفتح الكثير من الحوارات اليوم حول سوق العمل السعودي، حول تمكين المواطنين السعوديين بدرجات أكبر داخل السوق، حول وجود الغير السعودي اليوم في السوق. هل يحتكم هذا الوجود إلى الحاجة، إلى الكفاءة؟ ما المعيار الحقيقي لهذا الوجود داخل سوق العمل السعودي؟ سنتناقش كثيرا في هذا الموضوع مع ضيفي الكريم الأستاذ أسامة الشمري، وهو المختص في الموارد البشرية الذي ينضم إلي في الاستوديو. وأريد أن أنوه إلى واحد من المقالات اللي أحدثت كثير من ردود الفعل حقيقة في موضوع سوق العمل، كان للكاتب الأستاذ نبيل المعجل، كان عنوانه سوق العمل السعودي ليس حكرا على السعوديين. هذا المقال أثار كثير من ردود الفعل حول فكرة وجود السعودي وغير السعودي في سوق العمل، وما الذي يحدد وجودها، وأولوية وجود السعوديين اليوم ونجاح برامج التوطين. بنمد حديث في هذا الموضوع مع ضيف الأستاذ أسامة. مساء الخير أستاذ أسامة، وشكرا لقبولك دعوة الدعوة. أهلا وسهلا، مساء النور الصبح. خلني أخذك من المقدمة. اليوم إحنا بلا شك
كلنا نقف مع وجود السعودي داخل سوق العمل، وكلنا نتمنى أن نوصل إلى معدلات التوطين ونسبها التي نريدها، وكلنا نسعى إلى أن ينخفض معدل البطالة إلى أدنى ما يمكن ويحقق مستهدف الرؤية وهو الوصول إلى 7% في 2030. اليوم أنت كيف تقرأ السوق من حيث وجود السعودي وغير السعودي؟ يعني خلني أقول كقراءة أولية، مبشر مطمئن يحتاج تعديل؟ ما في شك، إحنا لما نتكلم عن لغة هامة جدا حقيقة، وهي دائما التي يعني ما يكون فيها احتدام في النقاش، هي لغة الأرقام. لما نتكلم إحنا عن نشرة الواردة الأخيرة من هيئة الإحصاءات العامة وفيها تفصيل لنشرة سوق العمل الحقيقة، ومبين فيها وصول نسبة البطالة إلى 9.7، إذن هذا مؤشر يعطيني قراءات تفصيلية. إذا دخلنا على التفصيل في هذه النشرة الخاصة في سوق العمل، إذن إحنا نتكلم عن مبادرات نوعية ومناطقية أطلقت خلال الفترة السابقة. إذن إحنا نتكلم عن دخول 400,000 ما بين سعودي وسعودية في عام 2021، تخللها ما يقارب 32 مبادرة توطين من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ألحقت بست مبادرات كذلك في عام 2020. إذن القراءة بشكل عام والاتجاه لسوق العمل هو في اتجاه تدريجي مباشر لتمكين وتوفير الوظائف للباحثين عن العمل. بالمجمل بشكل عام وإلى هذه الأرقام الحقيقة والنسبة اللي إحنا وصلناها لم نصلها سابقا بما يتجاوز عن 20 سنة سابقة الحقيقة. إذا تكلمنا عن نسبة بطالة 9.7 مقارنة في هذه النسبة عما سبقها، كذلك إحنا لما ننظر إلى هذه المبادرات اللي أطلقت ومفهوم سوق العمل الوقت الحالي والتعاون والتشاركي اللي صاير ما بين القطاع الربحي والغير ربحي بالإضافة إلى القطاع الخاص بشكل عام، إذن نحن في اتجاه يتوافق مع رؤية واضحة مقدر لها ماذا تعمل حقيقة، مرسوم لها خريطة واضحة فيما يتعلق في خفض نسبة البطالة، بالإضافة إلى أن هناك دراسة وزن هذه الوظائف الموجودة. أنا أعلم أنه في جانب آخر يرى أنه هذه الوظائف غير الوظائف الملائمة لهم، سواء على مستوى تخرجهم، مستوى على المؤهلات العلمية أو الشهادات التخصصية المهنية اللي هم حاصلين عليها، ولكن هذه مرحلة أخرى كذلك في وزن الوظيفة ورفع جودة الوظيفة مما يتناسب معها وكذلك يتناسب مع دخل هذه الوظيفة المتعلق في جميل. هذه قراءة جيدة لوجود السعودي في سوق العمل. اعطني قراءة وجود غير السعودي اليوم في سوق العمل، تشوفها زايدة عن الحد، تشوفها بالنسبة المعقولة، وش رؤيتك للموضوع؟ أنت في الميدان وأكثر خبرة. دون أدنى شك الحقيقة هو تواجد الغير سعودي في الوقت الحالي في المهن الغير قابلة لتوطينها، سواء كانت مهن مصنفة بمهن متدنية الأجور ذات المعايير الحرفية إلى آخر، بما صنف وفق المهن المعتمد في وزارة الموارد البشرية وكذلك في الاستقدام مسموح لها. إذن وجود الكادر الغير سعودي هو تنوع وشمولية وكذلك لشغل الوظائف التي تكون مستقبلا هي قابلة للتوطين، وقد تكون هذه الوظائف غير قابلة للتوطين، لذا لابد من الاستعانة بالكادر الأجنبي لشغل هذه الوظائف. ليش غير قابلة للتوطين؟ نوعية الوظائف الحقيقة يعني وظائف حرفية عدة لم نتمكن حاليا الحقيقة من وجود خريجين مختصين في الوظائف الحرفية. تتكلم عن الحداد، تتكلم عن النجارة، تتكلم عن ذات الحرف التي يعني يطالب فيها سوق العمل بشكل عن الميكانيكا، الاختصاص المرتبطة في قطاع السيارات وصيانتها إلى آخر، يعني ذات الاختصاص الدقيق. ليس عدم وجود الكفاءات، إحنا ما نتكلم عن هذا الشق، وأنا أعرف أنه قد يعني يؤخذ جزء من الكلام ويترك الجزء الآخر نهائيا. إحنا نتكلم عن دبلومات احترافية عالية جدا الآن مع موائمة مخرجات التعليم. بس اشرح لي النقطة هذه، كيف ما نتكلم عن الكفاءات بس نتكلم عن دبلومات عالية؟ هي الكفاءة. نعم، في ناس أخذتها في مجال الخبرة ممكن تشغل هذه الوظائف من باب الهواية كذلك، ولكن ما هي متمكنة في شهادات تعزز أنها توظف في شركات كبرى في اختصاص ميكانيكا السيارات على سبيل المثال، ولكن
قد تجدها في مناطق مختلفة، في أماكن مختلفة، في قطاعات مختلفة، في نفس القطاع آسف، ولكن في أماكن مختلفة تماما عن هذه الشركات، ولكن تعمل دون متطلبات المؤهلات أو إثبات لهذه، مأخوذة من باب الخبرة أو الهواية إلى آخر. إذن جزئية الكفاءات فيما يتعلق في المؤهلات غير متواجدة أو غير كافية الوقت الحالي. طيب اليوم إيش المجالات اللي أنت تقترح بحكم قربك أن يبادر إلى توطينها من أجل زيادة أعداد السعوديين الموجودين في السوق ويعني تمكينهم أكثر؟ الحقيقة أنا أكون واضح جدا بهذا الجانب. أنا كل ما أطلع على قرارات التوطين المدروسة حاليا بعناية مع الجهات ذات العلاقة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إذن نحن في مسار صحيح. كل مبادرة يقام عليها ورش عمل، تقام عليها دراسات، هي مرتبطة بنسبة الخريجين كذلك، بنسبة المؤهلات التي تتناسب مع هذه المبادرات. لذا هذه في رأيي الشخصي الحقيقة هذا الذي خلانا نلتمس الحقيقة الآن نجاح هذه المبادرات عما سبق. حلو، برجعك للسؤال، إيش المجال اليوم اللي تشوف أنه له أولوية إما برفع نسبة التوطين فيه إلى 100% أو إحداث فكرة توطينية فيه؟ أنا ماني بالحقيقة مع جانب رفع النسب بشكل عالي جدا، أنا مع التدرج. لذا أنا أجبت على هذا السؤال أن هذه القرارات تدرس بعناية. لذا القطاع الخاص جهة تشاركية جدا مهمة جدا في هذه القرارات، متى ما فرضت عليها إلزام بنسب عالية جدا هناك تخبطات تحصل بالقرار، هناك تجاوزات لبعض الأنظمة قد تبدر من بعض الشركات، لن يتحقق النجاح. ولكن متى ما أنت مديت يدك من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والقطاع الخاص اليد الأخرى وتصافحت هذه الثنتين، لذا جالسين نشوف إحنا هذه المبادرات جالسة تنجح الحقيقة. طيب اليوم في مجال معين تشوف أنه يجب المبادرة لتوطينه ولا لا اللي موجود يكفي؟ أنا مؤمن في جدول وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أرجع أقول أنهم هم من يدرس السوق واحتياجه، قد تكون آرائي مختلفة تماما، قد أطالب أنا في بعض التخصصات. ودنا نسمع رأيك، يعني أنت يعني قد نرى تخصص في الموارد القريب، ولكن إحنا نتكلم عن 32 قرار يعني في 2021، نتكلم عن 6 قرارات في 2022، والآن إحنا في شهر 9 ميلادي. إذن هذا شغل جبار الحقيقة، يعني طالما أني أنا أشوف هذه النتائج وأشوف التناسب في الحد الأدنى من الأجور، إذن إحنا في مسار صحيح. وإن كان في تعثر لبعض القرارات، وإن كان في بعض التجاوز الأنظمة عدم تطبيقها، ولكن النسبة العامة بشكل عام أظهرت لي الدراسة أظهرت لي نتائج هذه القرارات أنه إحنا في مسار صحيح، وقد نحقق بإذن الله عز وجل النسبة الموضوعة وفق رؤية 2030 قبل الوقت المستأنف إن شاء الله. طيب أقرأ لك جزئية من مقال الأستاذ نبيل وأخذ تعليقك عليها. يقول إذا اتفقنا على أن غالبية السعوديين أكفاء حسب التعريف الذي أتينا على ذكره، فأنا قلت بصريح العبارة إنه يجب إعطاء الأولوية للسعوديين. من عارض كلامي في أن الكفاءة تكون المعيار الأول وقع في فخ ظني أن السعودي تنقصه الكفاءة، وهذا خطا غير صحيح. ربما اختلط على البعض الأمر بين الكفاءة والخبرة، حيث إن الثانية يقصد الخبرة فقط ما يحتاجه الخريجون السعوديون، وهذا دور وزارة الموارد البشرية في مراجعة شروط الخبرة التعجيزية التي تفرضها في بعض الشركات والمؤسسات. تعليقك. هو الحقيقة هو قد يراها من جوانب مختلفة تماما في يعني في مفهوم الكفاءات وإيش المعايير الموضوع. هو أبدأ أنه سوق العمل ليس حكر للسعوديين، وعزز أو برر هذا التبرير من قبله بأن الكفاءة هي المعيار الرئيسي، متى ما وجد الكفاءة في السعودي بأن يشغل هذه الوظائف إذن ما في حاجة للأجنبي. يعني أنا ما أشوف شيء فيه جديد في هذا الموضوع الحقيقة، إلا إذا أنه هو يطلب بقاء الأجنبي بشكل مستمر، وهذا ما لم يتطرق له الحقيقة وفق ما سمعت منك حاليا. وقد يرى هو أنه سوق العمل يجب أن يكون فيه تنوع وشمولية، وهذا جانب مهم جدا. هو تحدث عن هذه التنوع النقطة وشمولية. يعني تحدث أنه إذا نحن نتكلم عن نقاط هامة، نتكلم عن نقل الخبرات، نتكلم عن نقل المعرفة. أقول لك النص اللي قاله مثلا في هذا الصدد، قال لا يوجد بلد خال من العمالة الأجنبية مع اختلاف النسب وحسب توفر الأيدي العاملة. ما في شك الحقيقة صحيح، نعم. يعني هذه أبسط شخص ممكن يطلع على سوق العمل في أي دورة في أي دولة أخرى، واضح هذا الشيء، واضح هذه النقاط والنسب، سواء كانت على الدول الأوروبية أو
أو في أمريكا أو في أسبانيا أو كلها مختلفة يعني، وكل النشرات يوضحون فيها كم نسبة الغير مواطنين الموجودين. ولكن هل نسبة المواطنين الموجودين تتعارض مع برامج التوطين الموضوع لديه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؟ هنا المحك في الأمر. هل هو يطالب ببقاء الأجنبي في وجود كفاءة سعودية هي مؤهلة لشغل هذه الوظيفة؟ هنا المحك من قبل صاحب الشأن أن يبرر في هذا الشأن، ولكن تبرير الوجود الكفاءة هي معيار أساسي. نعم الكفاءة هي معيار أساسي للوظائف ذات الندرة، الوظائف الحساسة جدا، الخبرة هو التي لا يوجد عن الخبرة. كيف نعم تشوف أهمية الخبرة في الموضوع؟ ما في شك في بعض الوظائف تتطلب، خاصة أنه أشار إشارة إلى أنه بعض المؤسسات تعقد موضوع الخبرة، يعني تقول لك لازم 10 سنوات ولازم 15 سنة ولازم، يعني تحط سنوات شوي، هذا الجانب شوي صعبة وتكون معقدة. نعم هذا الجانب يعني كانت في مبادرة وأطلقت ويعني وركزوا عليها صندوق تنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وركزوا عليها كذلك وزارة الموارد البشرية اللي هي يعني المظلة الرئيسية لخفض هذه الشروط. ولكن القطاع الخاص متفاوت ومتنوع يعني، وفي بعض الوظائف تتطلب فعلا وجود عامل الخبرة أساسي بالإضافة إلى المؤهل لشغل هذه الوظيفة. نعم تسمح لي أخذ فاصل ونكمل؟ ما في شك. بعد هذا الفاصل مكملين معكم. الله مجددا في الجزء الأخير من يا هلا، وضيفي هنا في الاستوديو المختص في الموارد البشرية الأستاذ أسامة الشمري. رحب فيك مجددا أستاذ أسامة. المطالبات الدائمة يعني منذ بداية فكرة التوطين بتوطين القيادات العليا أو الوظائف القيادية العليا، اليوم كيف تشوف تغير هذا الملف على أرض الواقع وإلى وين وصل؟ في استجابة بشكل كبير، يعني خليني أقول أنه تفهموا هذه المطالبات. إذا تكلمنا عن أصحاب الأعمال وأهمية شغل الوظائف القيادية بكوادر وطنية مؤهلة وتتناسب مع هذه الوظيفة، ولكن الجانب الآخر الحقيقة خليني أنا أعطي من جانب آخر. إحنا نتكلم عن 2,050,000 منشأة موجودة في المملكة العربية السعودية. المرحلة اللي نمر فيها إحنا مرحلة هامة جدا بخفض نسبة البطالة، إذن بتوفير وتوليد الوظائف. الركيزة والتركيز الأساسي إنه هذه المنشآت والقطاع الخاص بأكمله أو القطاع الحكومي والشبه حكومي كذلك، ولكن تركيز على القطاع الخاص بحكم يعني العمل في القطاع الخاص بشكل دائم، أن يكون الركيزة الأساسية في توليد الوظائف وخلق الوظائف هي اللي تساهم الحقيقة في تحقيق المستهدفات وقرارات التوطين الموجودة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. طيب اليوم أنت من القطاع الخاص وقريب منه جدا، تخافون أنكم توطنون الوظائف القيادية العليا؟ تخافون من أنه يشغلها سعوديين؟ لا الحقيقة لا والله، يعني ليش؟ لا. لأن الواقع يقول أن عندنا كفاءات سعودية عالية جدا. صحيح. وقادرة على إدارة أكبر المشروعات الخاصة اللي موجودة دون أدنى شك. واللي يتطرق لهذا الأمر هو بعيد تماما عن سوق العمل، ولنا أسامي كثيرة رنانة وكثير أنا أذكر في عدة لقاءات وذكرت في الاسم كذلك، وهناك برامج متخصصة لتخريج القياديين وهي تحت مظلة صندوق تنمية الموارد البشرية وعاملين عليها يعني. طيب المزايا اللي يعطاها السعودي لما يمسك وظيفة قيادية يأخذ نفس المزايا اللي كان يعطاها غير السعودي؟ ما في شك. إحنا نتكلم الآن أستاذ مفرح عن قطاع، أي قطاع بأكمل الشركة. الشركة هذه لها سياسات داخلية، لها سلم رواتب معتمدة، لها أوصاف وظيفية، لكل وظيفة لها راتب موضوع لها بسلم رواتب، وهذه الوظيفة سواء شغرها سعودي أو غير سعودي سيتقاضى هذا الراتب باختلاف المزايا والحوافز المختلفة. حتى الراتب يعني نفسه يختلف، ما في شك، يعني في القطاع الخاص يختلف، ما يعني ما في فكرة السلم الدقيق اللي انت تقولها. لا يمكن ولا لأنه يمكن لأنه الكفاءة اللي بيجيك عنده تجربة عالية وعنده خبرة وعنده سيرة ذاتية عالية، أكيد أنه سيحظى بشيء أكثر من غيره يعني. لأجل إذا تسمح لي بس أعرج على النقطة اللي بديتها. أي نعم احنا دائما نطالب انه تمكين القيادات الشابه، ما في شك، متى ما وجدت المهارات العاليه جدا والمؤهله تناسب والخبره التناسب، نعم مكنه
ما في هي ما موجودة في لكن إشكالية السوق أحيانا أنه بعض شركة وأقول بعض شركات القطاع الخاص تفضل أنها تشغلها بغير السعودي, إما لأنه في مزايا تعاقدية توفر عليها شيء, إما لأنه عندهم فكرة معينة. ما أتوقع تكلفة الغير سعودي, وأسف على مقاطعتك, وفق المقابل المالي وفق التكاليف والمزايا اللي يحصل عليها وفق العقود اللي تبرم حاليا واللي شبه مطلعين عليها بشكل عام, تكلفة الغير سعودي أكثر من تكلفة السعودي وإن كان في وظيفة قيادية عليا ذات الرواتب الضخمة جدا. فيعني انتفاء هذا العذر, ما في شك تماما, ولكن قد يكون هناك بعض الاستثمارات الأجنبية اللي فيها شراكة ويتطلب نسبة من غير السعوديين موجودة في هذه الشركة. ذكرت أنا في أول ما بدينا هذا المحور الحقيقة أنه في 2,050,000 منشأة. إيش السبب؟ أنه في تفاوت في المنشآت. أنت تتكلم عن منشأة ذات الميزانية المليارية, إذن تنعكس على رواتب, حوافز سلم رواتب, سياسات واضحة جدا, حوافز مالية, علاوة سنوية إلى آخر. تتكلم عن منشأة متوسطة تفتقد جزء كبير من اللي إحنا تكلمنا عنه, تتكلم عن منشأة متناهية الصغر, تتكلم عن رواتب فقط لا غير دون أي حوافز, وقد يعني يقول عساني أنا بس ألحق أني أنا أدفع وأني أتعايش مع السوق. طيب قبل ما نختم في هذا الملف اللي هو موضوع توطين الوظائف القيادية العليا وشغل السعودية لها, أنت برضو أرجع وأقول لك أنك من الميدان, تشوف الوضع اليوم مبشر ومطمئن وجالس يتقدم بشكل جيد ولا ما زال يحتاج إلى؟ لا, مطمئن ومبشر الحقيقة. جميل. والكفاءات السعودية لكلا الجنسين جالسة تمكن متى ما وجدت لديها المؤهلات والخبرات التي تتناسب مع هذه الوظائف. طيب أبختم بالعادة سميها لضيوف تغريدة صوتية, يعني من ضيوفنا أبغاك ترد فيها على اللي ما زال يطرح فرضية يقول فيها أنه السعودي غير قادر على شغل وظيفة قيادية عليا. أنا أتمنى أن يراجع نفس الحقيقة, ليكون هو بعيد البعد عن سوق العمل وبعيد البعد عن الكفاءات اللي إحنا دائما نتغنى فيها سواء على المستوى المحلي أو المستوى الخارجي. الحقيقة لدينا كفاءات شابة واعدة تمكنوا ومكنوا الحقيقة ونتائجها عالية, وهم من سيقودون الدفة بعد توفيق الله بوجود قيادة عادلة داعمة لكل شباب الوطن. أستاذ أسامة شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في حلقة. الله يحييك. شكرا للأستاذ أسامة الشمري, وشكرا لكل من تابع هذه الحلقة من يا هلا. غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل. تصبحون على خير.